زورونا بقى، وانت خلي بالك من نفسك من قدام. حاضر. يلا. انا جاهزه بس مستنيه روميو لما يودع جولييت. قرايينكم كلها كام يوم وهتلاقي واحد فيهم رايح للتاني. لو النبي نادي هي اللي تيجي احسن، لو عماد رجع ده بابا ممكن يموت فيها. انا برضو مش فاهمه انت ليه مش عايزني اوصلك المطار. قلت لك يا ناديه ما بحبش وداع المطارات ده. لولا اصلا ان ليلى ومروان كانوا نازلين كده كده مصر، انا ما كنتش هوافق انك تيجي من اسكندريه. حتى لو هما ما كانوش جايين انا كنت هاجي غصب عنك. طب ما تيجي غصب عني على هناك. الحمد لله مش هينفع، عشان لو ينفع كنت هضعف واعملها. طب ما تضعفي وتحصليني. طيب ما تضعف انت وتقعد هنا بدل ما انت وجع قلبي وقلبك كده. عايزه ابقى قد القرار قدام نفسي وقدام بابا اللي مراهن على فشلي وقدام كمان انت. هتكلمني كل يوم؟ وعلى الله اتكلم في مره ما لقيكيش جنب التليفون. لا هبقى قاعده رد عليك وبعد كده بنزل اصيع. ما احنا لو سيبنا لحظه الوداع دي مستمره كده من غير ما حد فينا يتدخل، لا انتوا هتلحقوا الطياره ولا احنا هنلحق ميعادنا اللي نازلينه من اسكندريه مخصوص. يا عماد اتاخرنا. كفايه بقى فضحتينا قدام الناس. كفايه. يلا. يلا. سهير انا عايزاك تخلي بالك على عماد، ولو كلم واحده بنت كده ولا كده تحطي له سم في الاكل. لا ما تخافيش مش هيعمل كده. خلي بالك على ناديه يا ليلى. ما تخافش. واحنا هنا غير بعض؟ طب يلا عشان التاكسي مستنينا بره. يلا. يلا. اميني كده. ناديه انا هستعجل مروان عشان ما نتاخرش. خلاص بس مش عايزه اكون استاذ مروان. بحبك يا ناديه.